مشواري كان لشطنة بدعوة من الأبونا بسام الدير جزيل الاحترام لأغطي صلاة درب الصليب، هاي الرياضة الروحية المبكية واللي بتجسد آلام الرب يسوع بطريق الآلام، لكن بنهاية المطاف في فرح عظيم هو فرح القيام المجيدة. الأب بسام الدير كاهن رعية البشارة للاتين بشطنة، قام بدعوة مختلف الرعاية للمشاركة بتمثيلية درب الصليب واللي نفذتها شبيبة الرسل الزرقاء الشمالي. تمثيلية درب صليب الرب يسوع كانت بين ربوع شوارع بلدة شطنة. اترأس الصلاة الأبونا هاني الجميل كاهن رعية مار يوسف بالزرقة الجديدة، وهو من رهبنة دون أوريونا. وأكيد ما بننسى الحضور أو المشاركين بهالصلاة اللي إجوا من إربد، الحصن وشطنة ليصلوا كلهم مع بعض بقلب وإيمان واحد. بلشت الصلاة من دوار كنيسة الروم الكاثوليك باتجاه كنيسة البشارة. درب الصليب هي واحدة من الرياضات الروحية اللي بيقدر المؤمن يعيش من خلالها مع الرب يسوع بآلامه ويمشي معه على طريق الجلجلة، وحس بوجع أمنا العذراء كيف بتشوف ابنها بتعذب وبتألم قدامها وما في بإيدها حيلة. منصلي هاي الصلاة وإحنا منتخيل كل مرحلة مر فيها يسوع من بستان الزيتون للجلجلة، لكن ما بالكم نعيش ونشوف حجم التعذيب اللي تعذبه يسوع قدام عيوننا. صدقوني القلب ما بتحمل. شبيبة الرسل بصراحة أبدعوا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، أبدعوا جداً في التمثيل وكانوا عايشين الأجواء والأدوار وأعطوا كل دور حقه. وبعد صلاة درب الصليب توجه الكل لساحة الكنيسة ليصلوا القداس الإلهي اللي كمان يترأسه الأبونا هاني الجميل بمساعدة الشماس لسان خليفات، واللي يركز بعدته على إنه ما نكون مثل يهوذا وبيلاطس والجلادين والجنود وما نشارك بموت وقتل يسوع بخطايانا، وإنه كل واحد فينا بيقدر يكون مثل اللص اليمين اللي كان بيبحث عن المغفرة والندامة والرجوع للرب. ودعا كمان الكل لنتأمل بالأسبوع المقدس بموت وقيامة يسوع المجد، ونترك الكراهية والحقد ونتحد بالمحبة الإلهية والبشرية. درب الصليب هو من الصلوات التقوية الشعبية وليس من الصلوات الليتورجية الرسمية الكنسية، أي لا يمس الأسرار السبعة وصلاة الفرض الإلهي المزامير صلاة الساعات. شأن هذه الصلاة التقوية، شأن أيضا المسبحة الوردية والسجود للقربان المقدس، وأكيد في هناك صلوات أخرى تقوية كثيرة. أن أتينا لكي نتعمق في الأحداث الكتابية الخاصة بألام سيدنا يسوع المسيح. 14 مرحلة كانت في الطبيعة، ابتدأنا من منتصف القرية، قرية شطنة الجميلة وبيئتها والطبيعة الحلوة اللي بتخلينا نمجد ربنا ونسبحه، كانت ممثلة. وحاولنا أن نتخيل هاي الأحداث المؤلمة، محبة الله لا متناهية وكره الإنسان لأخيه الإنسان ونقص العدالة. ورسالة الأبونا المهمة للأسبوع المقدس، نستقبل السيد المسيح في بيوتنا، في أفكارنا، في عالمنا المتعطش لحضور الرب في وسطنا، نستقبله بفرح وعارفين أنه هو المحبة الحقيقية. ليس هنالك حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه. المسيح بيقدم نفسه من أجلنا، بالأخص في خميس الأسرار
بينشئ سر الكهنوت وأيضا ينشئ سر القربان المقدس يعطينا ذاته، وأيضا يعطينا ذاته بشكل جسدي على خشبة الصليب، وبيحكي لنا كم هو بحبنا محبة هائلة على خشبة الصليب. وبنهاية هاليوم ضويت شمعة على نية السلام والمحبة بالعالم، فيا رب اقبل صلواتنا وتضرعاتنا بهاي الأيام المجيدة والمباركة، لنقوم ونفرح معك بقيامتك المجيدة. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.